وضع المشافي بشكل مفصل، هل بها أجهزة طبية؟ هل بها علاج؟ كيف تستقبل المرضى؟ حدثنا عن هذا الأمر. طبعا أنتم تعرفون والمشاهدين الكرام أن الأفغانستان 42 سنة والحرب لم تبدأ أوزارها بعد. نعم. وأفغانستان كان محتلا منذ 20 سنة، فكان 70% أفغانستان اقتصاده كان قائم على المساعدات الأجنبية، منها المساعدات الصحية. فكان هناك بعض المستشفيات وبعض المستوصفات أو المراكز الطبية، العلاجات هذه كانت تأتي من الخارج، والأجهزة كانت يعني بسيطة، ما كانت هذه الأجهزة متطورة. لذلك الأفغان، الشعب الأفغاني، كانوا ينقلون مرضاهم إلى البلدان المجاورة، باكستان وإيران وأحيانا أيضا إلى الهند. نظرا لعجز في الوسائل الطبية وأيضا العجز في بعض الأدوية الطبية المتطورة، كانت توجد بعض الوسائل المتواضعة وأيضا بعض العلاج، لكن بكل أسف الآن هذا العلاج منتهي، والأطباء ما استلموا تقريبا منذ 7 أو 8 أشهر رواتبهم بكل أسف في كثير من المستشفيات والمستوصفات. طبعا هذه الحالة هي موروثة من الحكومة الماضية، هذه الحالة ليست جديدة، فالحكومة الحالية لها تقريبا 5 أشهر، فهم ما استلموا رواتبهم تقريبا منذ 7 أشهر. فالطبيب مسكين أصبح فقيرا، لا يستطيع حقيقة أن يصرف على أسرته ولا على أولاده لأنه ما استلم الراتب. فكيف يبدع، كيف يعمل، كيف ينجز إنسان لا يمتلك قوت يوم لأولاده ولأسرته؟ فكيف يعني ننتظر منه العمل والإبداع في 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 عمله والابتكار في عمله؟ بالتالي المستشفيات خالية من العلاج بكل أسف، من الأدوية، والطاقم الصحي بكل أسف ما استلموا رواتبهم. طبعا هم يتحدثون كما تفضلت في البداية، يتحدثون عن هذه الأوضاع الإنسانية، ولكن في الحقيقة لا يساعدون. يعني عندما هم يتحدثون عن مثل هذه الأوضاع يعني إنسانيا، طيب ساعدوا الطاقم الطبي الموجود في أفغانستان، سددوا رواتبهم. يتحدثون عن تعليم المرأة، طيب الحكومة هذه جديدة وغير معترف بها رسميا، طيب كيف هم أنتم تطلبون منها تعليم المرأة؟ كيف المرأة تدرس والمعلمات والمعلمون ما استلموا رواتبهم منذ 7 أشهر؟ طيب سددوا لهم رواتب حتى هم يبدأوا، قدموا لهم يعني المعونة أو المساعدة. والمساعدات التي تأتي قليلا هي أيضا تصرف عن طريق المؤسسات الإنسانية الأجنبية، وهذه كارثة أخرى. ففجوة موجودة بين المحتاجين من الشعب الأفغاني وبين المؤسسات الإنسانية، والحكومة أصلا يعني لا تدري، وحتى يعني ما عندهم معلومات عن صرف هذه المساعدات. فمشكلة حقيقة كبيرة وأزمة إنسانية ضخمة.